برصاب قبل كسناج محمد أحمد عالنتين برو أيام أنت تصير رسمي أول وريج شبهدي كون العري عري هي سلادين تأيي شري كده وغي إن هوشاسي أي صعب كان تأيي سلام ركاسين إذا ما ذي أي كورن شد دونا الحكومة ذي ترس كان إذا ما ذكرن كأي سمارلان مناسبة تصير وحكة هذي برصاب قبل كسناج مدن محمد أحمد عالنتين برو وحنا هذا الذي برصاب كم دها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وفتح النصر ما هذا ما أنت ذلها هاي مسكله تذكو وذا فرح سني هاي فرحة سني لكن أنا جواح باي دير وح يدير وح اللي نقفكم مو منك بشر رمضان لما فرحة دود بولي فرحة مركو أفرية فرحة ما أنت يدا ما أنت أنا قلنا فرحة دود بان لي أنا وابرا صابك قبلك فرحة دي سان لي يوم ما أنت شفت الزوتي فرحتنا لبعضنا لي وحوي أنا وما أنت رجي لك في تومي شريس علنيا وابت يا ذي ما أنت أنت الناقبلين أي نمر غاتين هذا وما سنتهين وح وح لقوا فرحة ونن نعب نكرنا حيا قال لكم فانيا ما أنت وارك تدينا يقوان كغاتين أنت كسر شقيسي ميزانك حسنات كالله وصاره ما هاد يا أمان ده ما أنتنا إلى هاي أنت كسر كيسة وحاس قال عيدا كينا أقبلي أنا ما دقاتي دتكو مصنا وحاد يا هذا نوع مانية لا بدي حلبان أي دين لك شوقي أي هوا شو حيوك ساري وحا مانية كمدن قدومي هي طولة دنيار أي هل يهبين أنا تلفون كوكو كرسيحان أي هوا شو سين لبتقليو لا بدي لمبا وغش غيني وحاد ما نوع مدن أضياشة تضرب بلودن ريرو هودي أرك ee u xil saaraa inay haw shaayir dheer nooga ridaan alxamdulillaah rabbil aalamiin maanta anagu dadka lama sinni in badan baan dadka dheeray in badan 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 baan dheeray amba mid gobol aan ku dheeraado madaxda gobolka aan ahaado amba aan ahaado hawshan wada galay aan yaabsiday aad baan ugu faanayaa wax lagu faanaatay nafta ciidan lagu faanaatay aad baan ku aamanayaa in dan qaba badan way soo gaadhay wadayaashaas waana loo hanjabay waana lagu caayay wanaaga aanu maanta isugu nimid baanay dhashay wixii aanu anaguna waadkeysanaynay idina waadkeysan jir waxa ku aamanantihiin de inta halka ku jirteen wax kastaba halayna leedahay waxba inay kala gaarin qofna inaga mu qufcin waxa ku aamanantihiin cid la yaaliyay cid idinka soo ashka tooto tir waxaas ay nagu sameeyeen ama waxaas ay naga dhaceen ama wax ina baynaga ku midna ma arag aad baa ugu aamantihiin dhaqan wanaagaas aa ku dhaqanteen inta deegaanka la joogteen waxa aad u aamanan dadkii deegaanka ahaa ee aad la joogteen in iyagana wax cabasho laga maqan inkastoo xulays ku ahayd haddana aan idin ka cabanin aad bay ugu aamanan yihiin.